بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نقدر نتعلم اي موهبة جديدة او علم جديد خلال فترة قصيرة. عايزين نعرف ايه هو الاحتراف والابداع، وايه اللي ممكن نعمله عشان نوصل الى قمة الاحتراف، الى قمة الابداع، وايه هي قاعدة 10,000 وقانون 20. ان شاء الله هنتعلم كل ده مع بعض النهاردة. في كتير مننا بيبقى نفسه يتعلم حاجة جديدة، نفسه يكتسب مهارة جديدة. طبعا في مهارات الانسان ربنا خلقه بيها واتولد بيها، بيعرف يغني، بيعرف يلعب كوره، بيعرف عنده مهارات ممكن يكون هو موجود مخلوق بيها. لكن في مهارات تانية مكتسبه ان الانسان ممكن ينميها وممكن يتعلمها، وبرضه ده يتطبق على العلم، ان الانسان ممكن يتعلم علم جديد، يتعلم لغه جديده، ويكتسب مهاره جديده. عايزين نعرف ايه هو الوقت الكافي اللي احنا نقدر من خلاله نكتسب المهارة او نعرف العلم الجديد. ازاي نقدر نتعلم مثلا لغة انجليزية، ازاي نقدر نتعلم الرسم، ازاي نتعلم الفن، نتعلم الموسيقى، اي حاجة، اي هواية احنا نفسنا نتعلمها. تعالوا نشوف ازاي نقدر مع بعض نتعلم اي حاجة جديدة خلال 20 ساعة بس. ببساطة كده خلينا نقول ان قاعدة التعلم، انك تتدرب على شيء وتتعلمه عشان تكتسب الموهبة دي، محتاج 20 ساعة. لكن عشان تقدر توصل لقمة الخبرة في العلم ده أو في الموهبة دي أو احتراف أو الإبداع، محتاج 10,000 ساعة. العالم السويدي كي أندرس أريكسون هو أستاذ علم النفس والباحث في الطبيعة النفسية للخبرة والأداء البشري. هو ده أول من توصل أو أسس قانون أو قاعدة 10,000 ساعة. بعد ما عمل دراسته لعدد كبير من الخبراء، وركز، هو هنا أخذ الخبراء، ما أخذش الناس اللي هو أخذش الناس العادية، هو أخذ الخبراء في مجالات كتيرة، أخذ الخبراء حتى في لعبة الشطرنج، أخذ الخبراء في الموسيقى، أخذ الخبراء في مجالات ومواهب متعددة، والمميزين والمحترفين منهم مبدعين بس، يعني ما كانش أخذ معاه هو. عشان تعرف الفرق بين انك تكون عندك الهواية والموهبة تنميها او تكون وصلت للاحتراف. وحاول في دراسته معرفة الوقت اللي هم استغرقوه للوصول الى قمة الخبرة وقمة الاحتراف في مجالهم. وتوصل الى ايه بقى؟ توصل انه كلما بذلنا وقت في المجال اللي احنا شغالين عليه هنوصل درجة احتراف اعلى. يعني كل ما زاد تدريبنا في الحاجة اللي احنا عايزين نتعلمها، وكل ما زاد تدريبنا في الموهبة اللي احنا عايزين ننميها، بنوصل خطوة خطوة إلى قمة احترافهم. واكتشف أن الأغلبية العظمى منهم بذلوا حوالي 10,000 ساعة من التدريب والممارسة في المجال بتاعهم عشان يقدروا يوصلوا لقمة الخبرة والإبداع. يعني إيه 10,000 ساعة؟ يعني إحنا لو كل يوم اتدربنا ومارسنا الهواية اللي إحنا عايزين نتعلمها أو الموهبة اللي إحنا عايزين ننميها حوالي مثلا 6 ساعات يوميا، هنبقى محتاجين إلى 5 سنين. ولو قلنا ان احنا كل يوم 3 ساعات هيبقى محتاجين الى 10 سنين. هو ده اللي اكتشفه العالم السويدي في دراسته. يعني ايه؟ يعني المثابره والممارسه والتدريب للتطور والوصول للابداع هو ده اساس الشيء. طيب يعني احنا مطلوب مننا عشان نقدر نتعلم اي حاجه جديده نبذل 10,000 ساعة؟ يعني مطلوب مننا ان احنا نقعد 10 سنين عشان نقدر نتعلم حاجة جديدة؟ لا طبعا، محدش قال كده. اللي احنا هنقوله ان احنا ازاي نقدر نتعلم الحاجة ونوصل لفهمها او علمها في الفترة القصيرة. واللي عايز مننا يتطور نفسه ويوصل الى الابداع والى القمة هو اللي هيكمل 10,000 ساعة. تعالوا نشوف منحنى التعلم والابداع ماشي ازاي، ونفهم منه ايه الوقت او الفترة الزمنية اللي احنا محتاجينها. المنحنى بيقول ان كلما زاد وقت الممارسة او التعلم، كلما زاد الكيرف حتى يصل الى الابداع ويوصل الى قمة الخبرة. لكن احنا في البداية محتاجين فقط 20 ساعة، 20 ساعة بس عشان نقدر نتعلم اي حاجة جديدة، حتى لو بدأنا فيها من الصفر، حتى لو هي مش موهبة عندنا مكتسبة، حتى لو انا ما بعرفش ارسم، بس انا نفسي اتعلم الرسم، نفسي اكون هاوي الرسم، نفسي اكون هاوي اتعلم لغة انجليزية، نفسي اهوى اعزف على آلة موسيقية، اي حاجة. انت حر، كل حاجة انت عايز تعملها وعايز تتعلمها وتكتسبها كموهبة محتاج بس 20 ساعة. يعني 20 ساعة عشان تقدر تتعلم اي حاجة جديدة وتكون فيها نقدر نقول جيد بصورة معقولة، كويس يعني. ودي كانت نظرية جوش كوفمان، واللي اثبت فيها ان احنا محتاجين الى 20 ساعة عشان نقدر نتعلم اي حاجة من الصفر حتى الاتقان. ونقدر نقول ان مثلا لو كل يوم قعدنا 45 دقيقة لمدة 27 يوم، قول يعني حوالي شهر، لمدة شهر هنقدر نحقق
العشرين ساعة اللي مطلوب، بس لتطبيق الكلام ده بالطريقة المثلى أو عشان نقدر نوصل للهدف صح، عندنا أربع خطوات بسيطة لازم نعملها. الخطوة الأولى تشوف إيه هو الموضوع اللي أنت عايز تتعلمه، وتقسم الموضوع ده أو المهارة اللي أنت عايز تكتسبها إلى حاجات أصغر منها، يعني زي ما نقول تقدر تعملها بريك داون، تقسمها وتشوف إيه هو فعلا الجزء اللي أنت محتاجه عشان تتعلم. أنا في رأيي نقي الجزء اللي هو لو أنت حققته يرفع من معنوياتك عشان يساعدك أنك تكمل، عشان ما حصلكش يعني إحباط في نص الطريق وأنت ماشي وتزهق وتمل، لا عشان يساعدك ولما تحققه فعلا تحس أن أنت فرحان وعندك استعداد انك تكمل، وده شيء مهم جدا. يعني لو انت هتتعلم اللغه الانجليزيه ما تجيش تقول انا هقعد بقى اتعلم اللغه الانجليزيه خلال 20 ساعه مره واحده، لا، يعني اللغه الانجليزيه وتقسمت يبقى ليها اربع مهارات، مثلا مهاره الكتابه والقراءه والتحدث والاستماع. المفروض انت تشوف عايز تبدا بايه، هتبدا بمهاره مثلا القراءه، فخلاص يبقى انت هتشوف مهاره القراءه دي وتبدا تجمع الحاجات الموارد اللي انت عايز تذاكرها وتركز على القراءه خلال اول 20 ساعه دي. الخطوة الثانية تحديد المصادر، المصادر اللي انت هتذاكر منها، اللي انت هتتعلم منها، اذا كانت كتب، اسطوانات او دروس او اي حاجة تقدر تفيدك في تعلم الموهبة دي، عشان تقدر تتأكد ان انت ماشي على الطريق الصح. لان لو انت اخدت كتاب واحد واشتغلت على اساسه، نفترض ان في جزء التبس عليك فهمه وفهمته بصورة غلط، هيفضل راسخ في دماغك الخطأ دون ومش هتقدر تصححه تاني بسهولة. لكن لما يكون عندك اكتر من مرجع وتأكد من نفسك تاني مرة، هتلاقي نفسك اللي انت التبس عليك فهمه في المرة الاولى في المرة التانية اكيد فعلا قدرت تفهمه صح او استوعبته. بس طبعا حذاري انك تجمع مصادر كتيرة وتقعد تجمع في مصادر وتقول انا هقعد اذاكر ومش عارف ايه، وتجمع كتب وحاجات، وفي الاخر تلاقي الدنيا كلها دربكت على دماغك وتاه منك الموضوع وما قدرتش يلم حاجة. خليك محدد، اعرف انت محتاج ايه، ما تتوهش نفسك كتر المراجع، حددها، اختار مرجع اتنين تلاتة بالكتير، وشوف إذا كان أسلوبهم مريحك، طريقة شرحهم هي اللي هتفيدك، وابدأ معهم. الخطوة الثالثة خطوة مهمة جدا اللي هي إزالة الحواجز، العوائق، التخلص من المعوقات بتاعة التعليم، التخلي عن كل ما يعيقك. أي حاجة واقفة في طريقك، في طريق إنك تقدر تكتسب الموهبة أو تتعلم الحاجة اللي أنت نفسك تتعلمها، اعمل لها إزالة. الحاجة دي مهمة جدا إنك لازم تفهمها، لأن فعلا في وقتنا اللي احنا فيه في حاجات كتيرة جدا من المعوقات وإحنا بناخدش بالنا منها. مثلا التلفزيون ممكن تقعد تقلب في القنوات لحد ما تضيع الوقت، الانترنت ممكن تقعد تتصفح الانترنت بالساعات وما تفوقش الا النهار كله خلص منك وانت ما اكتسبتش اي حاجه، الموبايل تقعد تبعت مسجات وتقعد تتكلم زمايلك وتعمل تشاتنج وتتكلم هنا وهنا، وفي الاخر تلاقي النهار كله والوقت كله راح منك، راحت الطاقه وانت ما استفدتش اي حاجه. ابدا لو هتتعلم دلوقتي اركن كل الحاجات دي على جنب، مفيش تلفزيون، مفيش انترنت، مفيش موبايل، مفيش اي حاجه ممكن تشتت تركيزك وتضيع طاقتك على الفاضي. ركز ال 45 دقيقة وابدأ فيهم بتركيز من الألف إلى الياء. ركز في ال 45 دقيقة اللي انت هتذاكرها وخليها بجد 45 دقيقة، يعني ما تبقاش 5 دقايق و 40 دقيقة عمال مضيعهم في حاجات وتقول أنا ما استفدتش. 45 دقيقة ب 45 دقيقة. وطبعا في قاعدة بتقول ان هو الإنسان ممكن يذاكر لمدة 20 دقيقة وبعد كده يحتاج بريك لخمس دقايق ويواصل. طبعا اللي بيذاكر مننا بالطريقة دي يعني أو بيتعلم بالطريقة دي يخليه معاها 25 دقيقة أو 20 دقيقة وياخد بريك مثلا 5 دقايق، وبعد كده يبدأ يكمل 25 دقيقة التانية لحد ما يكمل 45 دقيقة بتاعته، يبقى كده خلص اليوم. الخطوة الرابعة والأخيرة إنك تواظب على الكلام ده لحد ما تحقق العشرين ساعة. ذاكر، اتدرب، وتمرن على الحاجة اللي انت عايز تحققها لحد ما تحقق العشرين ساعة اللي بيها تقدر توصل لدرجة الفهم الجيد أو الممارسة الجيدة للموهبة اللي انت عايز تتعلمها أو للعلم اللي انت عايز تدرسه. يعني عشان تقدر تنجح الأول تخلص داخلياً من أي حاجة ممكن أو أي حاجز من حواجز الإحباط أو العوامل السلبية الداخلية والخارجية اللي تخليك تبعد عن الحاجة اللي أنت عايزها، اللي تقولك إيه لازمة اللي أنت بتعمله، إيه لازمة أنك تتعلم السباحة، إيه لازمة أنك تتعلم الرسم، إيه لازمة أنك تتعلم الكورة، يا أخي أنا بحب كده، أنا بحب الموهبة دي ونفسي أتعلمها، أنا بحب اللغة الإنجليزية ونفسي أدرسها، أنا بحب حاجات كتيرة ونفسي أحققها. 20 ساعة شهر واحد بس ممكن تقطعه في حياتك تتعلم فيه الموهبة اللي أنت بتحبها. الموضوع مش صعب، أنت واظب
لحد ما تحقق ال 20 ساعه وشوف الفرق اللي هيحصل معاك ايه. يعني حاول تحب اللي انت نفسك تتعلمه، وافتكر دايما ان الحاجه دي او المهاره الجديده اللي انت نفسك تتعلمها دي حاجه من اختيارك، محدش اجبرك عليها، انت اخترتها، يبقى لازم تنجح فيها عشان انت بتحبها، عشان انت نفسك تكون عندك المهاره او الموهبه دي. استمتع باختيارك، استمتع بالحاجات اللي انت بتحبها بجد، واكيد اكيد لما تحبها هتنجح فيها صدقني. وفي حاجه عايز اقولها لك كده، عمرك بيمر بيمر، اتعلم حاجة جديدة هتستفاد منها وكده ولا كده عمرك بيمر، لكن لما يمر وانت متعلم حاجة جديدة استفدت بيها صدقني هتحس بسعادة بكل لحظة بتعيشها، ولما يمر منك وانت بتتعلمش اي حاجة كان نفسك تتعلمها هتحس كل يوم بالندم. وخلاصة اللي احنا قلناه النهاردة واللي احنا عايزين نتعلمه مع بعض، ان انت ممكن بخمسة واربعين دقيقة بس في اليوم لمدة شهر ممكن تتعلم أي حاجة جديدة، الحاجة دي ممكن تفيدك جدا في مستقبلك، بل ممكن تغير مستقبلك للأحسن بإذن الله. ولو غضبت على الموضوع ده وقدرت تتدرب أكتر وتتعلم أكتر وتمارس الحاجة دي أكتر، هتقدر كل يوم تزيد موهبتك فيها لحد ما توصل لعشر تلاف ساعة. عشر تلاف ساعة يوصلوك لقمة الخبرة. طبعا في ناس كتير هتقول لك يا عشر تلاف ساعة وانا لسه هستنى عشر تلاف ساعة عشان اتعلم. احنا ما قلناش كده، احنا قلنا هتتعلم وتوصل لصورة جيدة جدا بعد عشرين ساعة، لكن الخبرة انك توصل لقمة الخبرة، قمة المهارة، قمة الإبداع، ده هيكون بعد عشر تلاف ساعة، يعني بعد ست ساعات في اليوم لمدة خمس سنين تقريبا، او ثلاث ساعات في اليوم لمدة عشر سنين. عشان كده ان الابداع وقمة الخبرة ما بيجوش بسهولة، ومش اي حد بيوصل لهم، اللي عايز يوصل لازم يجد ويجتهد ويتعب ويثابر. فتعلم واتعب واجتهد وصدقني هتحس بمتعة وسعادة جدا بعد ما تتعلم. اتمنى ان احنا نكون اتعلمنا حاجة جديدة ومفيدة مع بعض النهاردة. دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.